رامون دياز اللي اتهم مارادونا في احد حديثه وفي احد اخباره الصحفية انه كان وراء استبعاده عن كاس العالم 86. بذكريات ما مضى سنفتش وستفتش عنها يا ولدي، ستفتش عنها يا عموري. عموري للعناوية قدام جمهورهم، يطلق الهجوم كايو، الرائع كايو ولع كورة، حط الكورة كايو، كايو جات الكورة خطيرة على الهلال، خطيرة وصعبة، التسديدة الاولى والهدف الاول يضيع، مش ممكن على ولعة الامتلاك. هو طبعا نادي العين اللي سجل 20 هدف مثل شانغهاي الصيني. كرة بكرة، لقطة بلقطة، شوطة بشوطة، هو خالد عيسى تصدى لكرة تخريب. الغاية الكبيرة هي المشاركة في محفل المونديال، معقل الكبار في الكرة العالمية. يقطع كرة العين، خطيرة وصعبة، يهرب فيها صعبة الفريق العناوي عن طريق اللاعب دوغلاس كارلوس إدواردو. كرة تحوم، كرة تدور، يضربها إدواردو، وركنية للهلال، ركنية للهلال، خالد عيسى إلى ركنية. طبعا السد القطري اللي عنده انجاز، دبل انجاز تاريخي، هو اول فريق عربي ربح كاس الابطال، وهو ايضا اول فريق عربي او الوحيد اللي عنده البطوله بنسختيها القديمه والجديده، والرابع العين 42 فوز في اسيا. ترجع كره ضربه راس خطيره ملعوبه بامتياز، وكره هدف وجول، 1-0 1-0 للفريق الهلالي. تسلل على عمر خريبين فماش كلام، تسلل على عمر خريبين فماش نقاش ولا جدال، الهلال قادر على التهديف، ولكن كل هذا ينقصه السجل، ينقصه الذهب يا هلالي. خطيرة بيرغ، صعبة وجول، مش ممكن. أي مباراة، أي مباراة تتحدث في أي لقاء موجود في أي كوكب معلق. خالد عبد الرحمن ورقة صفراء، كارلوس فرصة كبيرة، فرصة كبيرة ضيعها ماتياس، كانت ماشي الخريبين، خريبين يضربها يخرب على عيسى وأنصار العين في رأيي، يمشي بالكرة، ترجع مرة أخرى إماراتية، قطعت الكرة، يلعبوا المرتدات، خطيرة، يمشي بيرغ حتى قدامه، بيرغ ويخرج، معيوف، معيوف يا معيوف. بالنسبة للكرة الآسيوية، العين الهلال ما زالت على البياض، ولكن الهدف قادم، كرة خطيرة، الهدف قادم بالراس، كرة ضعيفة من خريبين، وتسجيل أولى أهداف القمة الخليجية في ثوبها الآسيوي بين العين، اللي عنده كرة جول! الهدف الأول، الهدف الأول ولكن يلغى، مرة أخرى هدف أبيض، مرة أخرى هدف أبيض، فما تسلل، فما تسلل، متقدم كايو أو دوغلاس. 25 دقيقة في اللعبة، 0-0، لعبة مهبولة، مجنونة يا كايو، يمشي كايو، تحط الكرة عموري، عموري صانع الألعاب، عموري يعطي باس ولا أروع، بيرغ وساوي، وساوي وبيرغ وأسامة سليم، هذه الكرة الأخيرة، وساوي، فيها شك كبير، فيها شك كبير، هل استعمل يديه أسامة وساوي، يسيطر على القمة العربية في أبطال آسيا في دور الثمانية، تمشي كرة ممتازة، حلوة عموري، عموري يصنع الفرق، كرة صعبة قدام دوغلاس، يقطعها الدفاع السعودي، يلعب الكرة بريتوس، بريتوس ترجع الكرة، سعودية خطيرة، ممكنة ممكنة ممكنة، ماتياس يضرب كرة خريبين، مش ممكن. أنا لو كنت ماتياس، لو كنت أوروغواياني بلاد كرة، هذه نضربها كرباك، باف ويليي، مش ممكن. ماذا أهدر أوروغواياني؟ يا سيليستي راك جايب المليارات، جايب المليارات باش تصعد فريق الملايين. كرة ثابتة قد تثبت البيت الهلالي من أجل زعامة آسيا، كرة تتمنع وبطولة تتمنع، كيف ومن سيروضها؟ 2007 أورا والريد، 2008 جامبا وزاكا، وكرة خطيرة، كرة صعبة، كرة قريبة وتسديدة ضعيفة، كرة وفرصة ضاعت يا الشهراني. ترجع كرة للفريق العناوي، كرة خطيرة ومحاولة التسديد ويشوط والحارس، هذه كرة تخوف برشا، كرة عموري، لأنه ممكن تدخل تحت يدين الحارس، يضرب عموري على 30 متر، عموري تقريبا يحارب وحده، يمشي عموري دوغلاس ودوغلاس بيرغ، مش ممكن، وساوي أنقذ الهلال في تصفية كأس العالم الثلاثاء القادم بإذن الله، تمشي كرة خطيرة والحارس، الله ماذا
هدف على خالد عيسى. سليمة يا خالد سليمة، ترجع الكرة مرة أخرى لسلمان، الكرة ثابتة وخطيرة وتسديدة بعيدة، والشوط سينتهي على البياض. يلعب لبريك، سايب كرة على اليسار، سايب يا بريك، سايب يا بريك، اضرب يا بريك، شاتة والدفاع، ترجع ادواردو تخوف، وكرة عالية من كارلوس. لعيب يا كارلوس، هذا ملاعب كبير، هذا ملاعب كبير، العين اللي ركحت عليه. يمشي ادواردو بيمينه حتى ادواردو، وكرة خلاص. شوط اول باش يزفر الاسترالي، باش يزفر الاسترالي، باش يزفر الاسترالي رسميا فعليا واقعيا. نهاية شوط اول عادل بالتعادل، صفر العين، صفر الهلال، 8 في الاشواط الاولى، 12 في الشوط الثاني. الهلال نفس الارقام، سجل معظم اهدافه، 9 اهداف من 14 في الشوط الثاني. لذلك ما زلت جازم أن كل فريق عنده القدرة على التهديف وخطف المباراة. اللي سجل الأول خذا نصف الطريق وأكثر من نصفه نحو نقاط المباراة الأولى، لورلو دي تارديلي، سيح التارديلي اللي عمرها ما تتنسى. يمشي عموري، والعارضة، العارضة من عمر عموري، عمر عبد الرحمن كان ممكن يغالط الحارس معيوف. كرة فوق الجدار وأعلى من الجدار عن طريق دوغلاس. دوغلاس برشا كرات غالطة، العنصر البدني غاب في الشوط الثاني، واضح تأثيره. اندفاعات قوية، ورقة صفرة أخرى، ورقة صفرة أخرى، فمش كلام. شوط ثاني، شوط صعب على كل فريق، وورقة حمراء، ورقة حمراء على مهند سالم العنيسي. هنا منعرج المباراة، مهند سالم، ادواردو حط كرة، وكرة الهلال خطيرة، خطيرة كرة الهلال، صعبة الكرة والتسديدة ما كانتش مليانة. وأول محاولات الهلال من كارلوس ادواردو بعد الإقصاء. الإمارات لا خيار لها إلا الفوز في ماتش الديربي الثلاثاء القادم إن شاء الله، من أجل أمل ولو ضئيل للبراج للملحق. ترجع الكرة والانطلاق، يمشي كارلوس ادواردو، هذه خطيرة ومش ممكن. لاعب روحه بيها، لاعب دفعت عليك وعملت فيها محامي وعملت فيها اجنت فيفا، لاعب لا يم الشعور الطويلة، لا مش ممكن كيف ضاعت هذه، مش ممكن كيف قدر هذا. فالانتظار، هذا الفريق العناوي عنده كرة تمشي عن طريق عموري، 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 وزع كرة خطيرة راسية الحارس، والأروع منك يا بارع يا معيوف، معيوف فسخ هدف لدوغلاس. قلت لك الكرة غدارة ودوارة، العين لم يلعب ولكن كان ممكن يربح 2 في الشوط الثاني، ومعيوف يستحضر ذكرياته كحارس. نحل الكرة، يمشي شهراني، 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 شاط كرة جول، مش ممكن، مش ممكن يا ياسر، مش ممكن يا ياسر، قوية حلوة برشا، والحارس يتألق عيسى. سلمان يوزع كرة على القائم الثاني، قوية برشا، قوية برشا، مازالت خريبين، خريبين، حطها عمر، يمشي الدوري السوري، عمر خريبين، وزع كرة والهدف الأول يضيع. الله يا ستار يا مانع الأخطار، العين خرج منها السلامات، ماذا أدرت يا جحفلي؟ جدا على زوز فرق، ورسميا الحسم يتأجل كما كان منتظر. فلما يلتقي الهلال بالعين لا تحسم من 90 دقيقة ولا تنتظر أنها تحسم من الذهاب.